قلنا الحضارات مدحها القرآن الكريم اللي هي حضارة داود وسليمان عليهم السلام والحضارة التي قامت القرنين. لماذا مدحها؟ لأنها قامت العدل بين الناس وأشفقت على الضعفاء وأخذت على يد الظالمين واستخدمت التقنية المادية التي وصلت إليها في إحقاق الحق ودفع الظلم ورفاهية شعوبه. أما الحضارات التي لم القرآن الكريم حضارة قوم معاد بالإحقاق جنوب الجزيرة العربية، حضارة قوم ثمود بمدان صالح شمال الجزيرة العربية، حضارة الفراعنة في مصر. هذه ذمها القرآن. لماذا ذمها؟ لأن هذه الحضارات كانت ظالمة سامت الناس الخسف وقهرتهم، أخضعتهم لسلطانها وجبروتها، واستخدمت قوتها المادية وتقنياتها للعلو في الأرض والإفساد واتباع الهوى والشهوات، فهي حضارات جاهلية. إذن هذه الحضارات التقنية المادية التي وصل إليها، مثل ما الآن بعض الدول والأمم صنعت الطائرات والقنابل تقصف بها الشعوب وتقتل بها الشعوب وتخضعهم لسلطانها، هذه كلها حضارات جاهلية وحضارات ظالمة. إذن هنا الحضارات قلنا منها ما هو حضارة لصالح الإنسان ومنها ما هو حضارة ضد الإنسان، وذكرنا على الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم. بهذا أعزائي الطلبة نكون قد استكملنا المحاضرة السابعة. نأتي إلى المناقشة في المذكرة. أنا في الصفحة 6، كل طالب يفتح المذكرة على الصفحة 6. نأتي للمناقشة. السؤال الأول يقول: أذكر أهداف أذكر ثلاثة أهداف لدراسة الثقافة الإسلامية. أذكر ثلاثة أهداف لدراسة الثقافة الإسلامية. نأتي هنا إلى الصفحة الأولى. أنا مذكور فيها أن ثلاثة أهداف لدراسة الثقافة الإسلامية. أهمية دراسة الثقافة الإسلامية. الهدف الأول اللي هو تكوين الشخصية الإسلامية المتميزة في معارفها المطبقة لثوابت معتقداتها وشرائع ربها، المعتزة بإسلامها، المطلعة على ثقافة عصرها، المتبنية لقضايا أمتها. الهدف الثاني عرض الإسلام عرضا مبسطا يتلائم مع روح العصر وأساليب منابره الدعائية والإعلامية. الهدف الثالث إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المسلمين وترسم لهم طريق الخلاص وسبيل النجاة. هذه إجابة السؤال الأول. تحفظ الثلاثة أهداف هذه. السؤال الثاني عرف الثقافة لغة واصطلاحا. عرف الثقافة لغة واصطلاحا. هنا في الصفحة 2 اللي هو تعريف الثقافة لغة، لها معنيان. الثقافة من مادة ثقيفة، في اللغة لها دلالات التقويم والإدراك والحذر. يقال: ثقف الشيء أقام المعوج، ومنه ثقفت الرمح أي أقمت المعوج منه وسويته. والثقافة المثقف أداة من خشب أو حديد تقوم بها الرماح لتستوي وتحتوي. المعنى الثاني اللغوي لمعنى الثقافة، معنى اللغوي اللي هي المادة الثقافة الإدراك والملاقاة وجها لوجه. ومن هذا المعنى قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. كما كانت تطلق الكلمة الثقافة على الحذر والمهارة، ومنها قوله فلان ثقف لبث أي حاذر يتلقى المعلومات ويستوعبها بسرعة. هذا المعنى اللغوي للثقافة. المعنى الاصطلاحي للثقافة اللي هو موجود هنا تحت في نفس الصفحة ومكتوب هنا على الصندوق، اللي هي المعنى الاصطلاحي هي حصيلة ما قدمته أمة خلال حقبة تاريخية معينة من المعارف والعلوم وما استخدمته من وسائل الرفاه والتقدم الاجتماعي، وموجود هنا في الصفحة اللي هو بين القوسين. نأتي هنا إلى السؤال الثالث. هل تعريفا لكل من العلم المدنية
الحضارة الثقافة. تعريف الثقافة اللي توه عرفناه قلنا نرجع لتعريف العلم اللي هو في صفحة 2 عفوا في صفحة 3 اللي هو هذا تعريف العلم في نص الصفحة. العلم تعريفه هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته. التعريف الثاني اللي هو تعريف المدنية، تعريف المدنية نقلب هذا الصفحة صفحة 4. تعريف المدنية مأخوذة في الأصل من سفن المدن، يقال تمدن أي عاش عيشة أهل المدن وتنعم بأسباب الرفاهية ووسائلها. هذا التعريف الثالث تعريف الحضارة. تعريف الحضارة اللي هي هذا تعريف الحضارة، هذا التعريف الاصطلاحي اللي هو المطلوب اللي هو تعريف الحضارة. تعريف الثقافة اللي هو التعريف اللغوي للثقافة. هنا في الصفحة تجدها في الصفحة هذا اللي هي الحضارة تشمل الجانب المعنوي والجانب المادي، فهي عامة على ذلك بأن تعريف الحضارة هذا اللي هنا في الوسط هذا تعريف الحضارة، هذا التعريف الاصطلاحي. الثقافة اللي هو هنا التعريف اللغوي والتعريف التعريف المعنوي. إذن هذا تعريف الثقافة نجده في صفحة 3. تعريف الثقافة اللي هو مجموعة المعارف والمعلومات النظرية والخبرات العملية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي يكتسبها الإنسان ويحدد على ضوئها طريقة تفكيره ومنهج سلوكه في الحياة. هذا تعريف الثقافة. نأتي إلى السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الرابع. لم يفرق كثير من الكتاب المعاصرين بين المدنية والحضارة، وربما لم يفرق بينهما وبين الثقافة. كثير من الكتاب الآن لم يفرق بين هذه المعاني، فالسؤال هنا ما الذي ينبغي مراعاته عند التفريق بينهما؟ الذي ينبغي مراعاته عند التفريق بينهما هما نرجع إلى الدلالة اللغوية، يرجع إلى الدلالة اللغوية بالمعنى، يرجع الدلالة اللغوية في المعنى. وهذه الإجابة تجدها في المذكرة في الصفحة رقم 4 اللي هو في نص الصفحة هنا، وهي هذه الإجابة موجودة كذلك على السطور. الباء ما الذي ينبغي مراعاته عند التفريق بينهما؟ هنا الذي ينبغي مراعاته عند التفريق بينهما ونرجع فيه إلى الدلالة اللغوية في المعنى، الدلالة اللغوية في المعنى. إلى ما يرجع التفريق بين هذه المصطلحات؟ بيقول نرجع للتفريق بين هذه المصطلحات اللي هي أنا موجودة الإجابة في المذكرة في صفحة 4. نرجع للتفريق بين المصطلحات فنقول الثقافة تطلق على الجانب أنا متعصبورة موجودة في الصفحة 4 في منتصف الصفحة. نرجع إلى الثقافة تطلق على الجانب المعنوي من المعارف والخبرات والعلوم والأداب، والمدنية تطلق على الجانب المادي من الوسائل التي استخدمت في رفاهية الأمة، أما الحضارة فتشمل الجانبين المعنوي والمادي فهي عام. السؤال الأخير، لقد مدح القرآن الكريم حضارات وذم حضارات أخرى، اشرحها باختصار. مدح القرآن الكريم حضارات وذم حضارات أخرى اشرحها باختصار. هي الإجابة هنا نجدها في صفحة 4 في الأسطر الأخيرة اللي هي 1 2 3 4 5 6 أسطر الأخيرة في صفحة 4 وتكملتها في صفحة 5 بقية الصفحة. هذه إجابة السؤال الخامس وهي مختصرة. عن الحضارات التي ذمها القرآن حضارة داود وسليمان عليهما السلام، والحضارة التي قامت القرنين مدحها لأنها قامت العادل بين الناس وأشفقت على الضعفاء وأخذت على يد الظالمين واستخدمت التنمية المادية التي وصلت إليها في إحقاق الحق ورفع الظلم ورفاهية شعوبه.
أما الحضارات التي ذمها القرآن هي حضارة قوم عاد بن أحقاف جنوب الجزيرة العربية، حضارة قوم ثمود بمدائن صالح شمال الجزيرة العربية، وحضارة الفراعنة في مصر. لماذا ذمها؟ لأنها سامت الناس الخسف وطهرتهم وأخضعتهم لسلطانها وجبروتها، واستخدمت قوتها المادية وتقنياتها للعلو في الأرض والإفساد واتباع الهوى والشهوات، فهي حضارات جاهلية. فهذه هي إجابة السؤال الأخير اللي هو السؤال الخامس. بهذا أعزائي الطلبة نكون قد استكملنا المحاضرة السابعة واستكملنا المقرر الدراسي كله. فهذه هي سبع محاضرات المقرر الدراسي كله. المطلوب الآن منكم التفاعل، أن تتفاعلوا معي، تراجعوا هذه المحاضرات، تراجعوها وتراسلوني وتتواصلوا معي على الفيس، تتواصلوا معي على الواتساب. من عنده سؤال يسأل. تراجعوا هذه المحاضرات السبعة وتكونوا مستعدين للامتحان إن شاء الله في القريب العاجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكم بما ينفعني بما علمني، وينفعكم كذلك، وأن يوفقكم في دراستكم، ولأن نلتقي بكم في محاضرات أخرى وساعات أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.